يعني بتحصل معي نوع من الدعابات أو أن أخلق يعني كاميرا خفية أكون وأنا منتجها وممولها ومنفذها وأنا أيضا جمهورها. هلأ في شيء أستطيع أن أتكلم به، لكن في أشياء كثير من أجل السلم الاجتماعي لا أستطيع أن أتحدث بها، فهي مغلقة بأسرار ضخمة مغلفة ومقفلة. لكن حدث أني وضعت حنفية قديمة في سقف غرفتي، وأنا أعتبر كل حنفية هي مصدر للخير أو ما لن يأتي من السماء، ما لن من العملة الصعبة. ولكل شخص يعني عنده أعمال أنه سميه بحنفية، أنا أكرمه أنه هاي سميه حنفية. وفي مرة حلمت أو فكرت أن يفتح حنفية من الشوكولا، فأنا أحب الشوكولا كثيرا، معبودتي هي الشوكولا وخاصة الشوكولا المرة السوداء التي تأتي بقدح من الكونياك، كونياك أرمني من جبال أرارات، كونياك بيقل من 2 مليمتر، والكأس يجب أن تكون مسخنة يعني بدرجة 38 فهرنهايت، يعني أكثر من درجة الجسد البشري بدرجة واحدة.